الداء الكلوي المزمن أو القصور الكلوي المزمن. بداية المحاضرة هي عبارة تكرار لما درسناه في اختبارات وظائف الكلي، مثل معدل رشح الكبة وتصفية الكرياتينين وأسباب ارتفاع وانخفاض الكرياتينين والبول الدموي. هذول بتطلعوا عليهم لأنه هني تكرار يعني لما درسناه. خلينا ندخل بصلب الموضوع، بلكي إن شاء الله هالمحاضرة نحسن نخلص القصور الكلوي المزمن بشكل كامل. هلا مقدمي عن القصور الكلوي. القصور الكلوي له عدة أنواع، بتكون وظيفة الكلي فيها قاصرة ومتراجعة ولكن ما بتكون غائبة تماما، حيث أننا نطلق تسمية الفشل الكلوي على توقف وظيفة الكلي، وهو آخر مرحلة من مراحل القصور الكلوي، وقتها بيحتاج المريض لتحاليل الدم. لا يطلق مصطلح قصور الكلي إلا على قصور الوظيفة الأساسية للكلي، وهي طرح نواتج الاستقلاب. وعندما يحدث هذا القصور بشكل مزمن نطلق عليه القصور الكلوي المزمن. أما التراجع الوظيفي المفاجئ اللي بيحدث خلال ساعات أو أيام فنطلق عليه القصور الكلوي الحاد. بينما الخلل في جزء معين مثل الأنابيب مثل الأنبوب البعيد مع سلامة باقي الأجزاء لا يصنف كقصور كلوي. مثال على ذلك الحماض الأنبوبي القريب أو الحماض الأنبوبي البعيد. هون بيقتصر الخلل بالحماض الأنبوبي القريب على يعني اضطراب في عودة امتصاص البيكربونات، ولكن بتكون باقي وظائف الكلية سليمة والخزعة الكلوية أيضا بتكون سليمة، وبالتالي فقط إحدى الوظائف الكلوية بتكون قاصرة، لكن هاي الحالة لا تصنف ضمن حالات القصور الكلوي. طبعا القصور الكلوي المزمن هو أهم مرض كلوي على الإطلاق. أشكال الأذية الكلوية راح نرجع نتحدث عنها. عندنا الأذية الكلوية الحادة أو هو القصور الكلوي الحاد، هي عبارة عن أذية تحصل على كلي سليمة يحدث فيها ارتفاع نواتج الاستقلاب البول الدموي والكرياتينين في الدم بشكل سريع ومفاجئ خلال ساعات لأيام. الأذية الكلوية الحادة قد تتراجع عند العلاج بالتدبير المناسب والسري. الأسباب ذكرناها قبل مرة ولكن هي كلها عبارة عن تذكرة. أي سبب يؤدي إلى نقص معدل رشح الكبة ونقص الجريان الدموي الكلوي، مثل النزف الشديد، الإسهالات الشديدة، الإنتانات والحصيات، والتعرض لمواد سامة للكلي مثل الجنتامايسين، أو بسبب حدوث التهاب كلي خلاله بسبب استعمال مضادات التهاب غير السروي. عندنا النمط الثاني من الأذيات الكلوية هو الداء الكلوي المزمن، وهو عبارة عن أذية كلوية تتفاقم خلال فترة طويلة تأخذ أشهر لسنوات، تزداد فيها نواتج الاستقلاب تدريجيا وبشكل بطيء. بهالحالة هي لا يمكن أن تتراجع الأذية بهالنمط، لأن الخلايا الكبية مثل ما ذكرنا أكثر من مرة هي خلايا نبيلة ولا تتجدد بعد تخرجها. فبهالحالات هي بيكون الهدف من العلاج هو تأخير الوصول إلى القصور الكلوي الانتهائي. أسبابه راح نتحدث عنها. الأسباب على رأس الداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني والتهاب الكبد والكلي المزمن. هلا عندنا مثلا مثال عن تدرج الأذية الكلوية. في الداء السكري مثلا تترسب بعض المواد في الكبد الكلوية وبصير فيها تصلب بالكبيبات، فبتتدرج الأذية الكلوية من فرط رشح كبة وضخامي في الكويبات إلى بيلي بروتيني وارتفاع ضغط، وأخيرا انتهاء بالقصور الكلوي بعد سنوات طويلة من تطور اختلال الكلي السكري عند حوالي 30% من المرضى. هل عندنا القصور الكلوي المترقي بسرعة ولكن سريريا؟ هذا صفاته بكون متوسط بين الحاد والمزمن، وهو هون بيحصل تدهور بالوظيفة الكلوية يحدث فيه ارتفاع نواتج الاستقلاب بشكل متدرج خلال أسابيع لأشهر. هذا قد يستجيب على العلاج الباكر المناسب أو لا يستجيب في حال التأخر بالعلاج. وأسبابه قلنا اللي بترقى بسرعة متلازمة جود باستور، كل أنواع التهابات الأوعية ومثال عليها مثل داء واغنر. عندنا التهاب الكبد والكلي المترقي بسرعة اللي إما بينتج عن التهابات الأوعية أو أمراض جهازية أخرى مثل الدوبة الحمامية الجهازي، وايضا التهاب الكبد والكلي الحاد. هلا عندنا النوع اللي هو
يعني الأخطر هو الأذية الكلوية الحادة على أرضية داء كلوي مزمن. هذا خطير جدا وبيحدث فيه ارتفاع سريع للكرياتينين عند شخص لديه بالأصل ارتفاع سابق بالكرياتينين. فيحصل عند مريض كلوي مزمن كمريض داء سكري، أنا مثلا مريض داء سكري عنده اعتلال كلي سكري مزمن، تحدث لديه أذية حادة، فمما يسبب لديه قصورا حادا في الكلي على أرضية مزمنة. يعني هي الكلي بتكون فيها قصور ولكنه بيكون معاوض، فلما تحدث هي الأذية الحادة فتكسر المعاوضة الكلوية بتحول إلى قصور كلوي حاد. قد تتراجع فيه الأذية الحادة عند العلاج السريع والفعال الضروري لتجنب حدوث انكسار المعاوضة الكلوية ودخول المريض في حال قصور كلوي نهائي. الأسباب هذا النوع شائع جدا وقد يحدث لأي مريض لديه قصور كلوي مزمن عند تعرضه، مثلا مريض عنده اعتلال كلي سكري أو عنده ارتفاع مثلا مزمن بالكرياتينين، مثلا الكرياتينين عنده عم يتراوح بين 1.5 ل 2، يعني ماشي حاله ماسك حاله، لكن في حال تعرضه لنزف حاد هذا بيؤدي لنقص بالجريان الدموي الكلوي، وبالتالي بيدخل المريض بقصور كلوي حاد ناجم عن بريرينال يعني الأسباب ما قبل كلوي. أو مثل المريض عنده اعتلال كلي سكري، مثلا الكرياتينين عنده بين 1.5 ل 2 وتم إجراء مثلا قسطرة قلبي أو تصوير طبقي محوري مع حقن مادي ظليلي، فالمواد الظليلي ممكن تدخله بقصور كلوي حاد. أو إذا أخذ أدوية سامية للكلي مثل العلاج الكيماوي أو استعمال مضادات التهاب غير السيرويد. هلأ رح ندخل بصلب الموضوع وهو الداء الكلوي المزمن، ومثل ما بتتذكروا سموه الداء الكلوي المزمن كون يعني كلمة هي أخف وطأة على المريض من كلمة الفشل الكلوي أو القصور الكلوي المزمن، ولكن هو مصطلح يعني معدل عن ما كان يعرف سابقا بالقصور الكلوي المزمن. الداء الكلوي المزمن يشير إلى تراجع غير عكوس في الوظائف الكلوية ولا شفاء منه خاصة في مراحله الأخيرة. يصنف الداء الكلوي المزمن في عدة مراحل، حيث يتجلى في البداية على شكل شذوذ كيميائي حيوي، يعني فقط بكون بالتحاليل المخبرية ما في تظاهرات سريرية، لكن في نهاية المطاف يؤدي إلى فقدان وظائف الكلي المفرزي والاستقلابي والصماوي، يؤدي إلى ظهور الأعراض والعلامات السريرية للفشل الكلوي أو ما يدعى باليوريميا. هلأ الوبائيات بتختلف طبعا نسبة حدوث الداء الكلوي المزمن باختلاف المناطق حول العالم، وذلك يعود لعدة عوامل منها نسبة حدوث وانتشار الأمراض التي تسبب. طبعا للداء الكلوي المزمن تأثيرات اجتماعية واقتصادية هامة. في بريطانيا مثلا يوجد 44 ألف مريض يخضعون للغسيل الكلي، يعني تقريبا ما يعادل 725 شخص لكل مليون نسمة. هاي نسبة الانتشار بسموها البريفيلانس، نسبة انتشاره مثلا في بريطانيا 725 لكل مليون نسمي، وهناك أكثر من 110 مريض جديد لكل مليون نسمي كل سنة. كل سنة بيحدث يعني إصابات جديدة 110 مرضى لكل مليون نسمي من السكان. هاي بسموها نسبة الحدوث أو الانسيدانس. طبعا هدول بينضافوا للعدد السابق سنويا 50% منهم بكونوا بعمر اكثر من 65 سنه. في امريكا معدل الوقوع 350 اصابه لكل مليون نسمه تقريبا، ونصف هؤلاء المرضى لديهم سوابق داء سكري، يعني انه السبب الاساسي عندهم عند نصف المرضى القصور الكلوي المزمن هو الداء السكري. الافريقيين وخاصه المهجرين قسرا الى امريكا عاده يصابون بالداء السكري وارتفاع الضغط الشرياني والقصور الكلوي المزمن أكثر من غيرهم. في سوريا نسبة الحدوث تقريبا 250 إلى 300 حالة قصور كلوي انتهائي جديدي لكل مليون نسمي في السنة. طبعا زرع الكلي مكلف جدا والأدوية ضرورية للزرع باهظ الثمن. هون عم يتغنى لي بسوريا أنه كلفة الزرع صفر ودنيا، بس حكي لا ترد عليه، هذا ما بيحصل يمكن لواحد بالمليون من المرضى. هلا اسباب القصور الكلوي المزمن في طليعته بياتي الداء السكري
سابقا لم يكن داء السكري في السابق سببا شائعا للقصور الكلوي المزمن، اما في الوقت الحاضر فهو مسؤول عن حوالي نصف الحالات في كثير من الدول. طبعا ربما يعود السبب الى التغير في نمط الحياه ونمط الغذاء حاليا، يعود السبب فيها الى زياده انتشار هذا الداء واختلاطه. هون هي المعلومه داحشه داحش، ولكن لا باس انه تعرفوها. يبدو ان اهم علاج مكتشف حديثا للداء السكري هو حصيرات الاس جي ال تي 2 والتي تقوم بطرح السكر فلول بالترافق مع الصوديوم. طبعا هي العلاجات ذكرت لكم اكثر من مره انه هي من احدث علاجات داء السكري، وتقريبا صار لها شيء 10 سنوات مثل ما بتعرفوا. وذكرنا اكثر من مره انه السكر لا يطرح بالبول، والسبب الاساسي يعود الى ان في عندنا بروتين اسمه الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 وصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1، ومثل ما ذكرنا بالانبوب القريب الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 اللي هي الـ SGLT2 هو مسؤول عن عودة امتصاص 90% من السكر الذي يرشح في الأنبوب القريب، والـ 10% الباقي مسؤول عن عودة امتصاصها هي الـ SGLT2. فبناء على الفكرة هاي أنه هذا البروتين هو المسؤول عن عودة امتصاص السكر، لذلك الإنسان الطبيعي ما بيطرح السكر في البول، فإذا ثبطنا هالبروتين هذا بيزداد إطراح السكر بالبول وبالتالي بتخف نسبته بالدم. فهي المركبات اكتشفت بناء على هالبروتين هذا، هي مثبطات للصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 ومشهوره هلا جدا اسمها العلمي الكانا جليفلوزين والدابي جليفلوزين. هذول المركبات بينتهوا بالجليفلوزين، هذول تقريبا بيعملوا آلية عملهم الاساسيه فقط انه بثبتوا هالبروتين هذا وبيزيدوا اطراح السكر في البول وبالتالي بيخفضوا نسبة السكر بالدم، واستطباباتهم هلق بشكل كبير كتير عند مرضى داء السكري النمط الثاني، وخصوصا عندهم اللي عندهم أمراض قلبية وعائية. فمثلا إذا مريض عنده قصور قلب أو عنده احتشاء عضلي قلبي سابق وحصل عنده داء سكري جديد، ما عاد المتفورمين هو الخط الأول، صار هدول المركبات الكانجليفلوزين والدابكليفلوزين لأنه لهم تأثير واقعي للعضلي القلبي. بس مشكلته الأساسية أنه لأنه بيطرحوا السكر بالبول كتير فبيؤدوا لتعدد بيلات وزيادة التبول، وممكن يؤدوا لإنتانات بولية متكررة خصوصا عند النساء بسبب زيادة إطراح السكر بالبول. وأيضا في بعض يعني الكونسيرن أو الدراسات في الدابا جليفلوزين متهم بإحداث سرطانات المثاني، فإذا المريض عنده شبهة أو عوامل خطورة لسرطان المثاني فما بينعطى الدابغليفلوزي. نرجع لمحاضرتنا، عندنا من الأسباب المهمة للداء الكلوي المزمن هو ارتفاع التوتر الشرياني. هذا قد مثل ما ذكرنا أكثر مرة أنه ارتفاع التوتر الشرياني قد يكون هو نتيجة للقصور الكلوي المزمن أو هو بحد ذاته يكون سبب للقصور الكلوي المزمن. وعندما يكون ارتفاع التوتر الشرياني هو السبب فيحتاج إلى 25 إلى 40 سنة حتى يؤدي إلى القصور الكلوي. أمراض الكبب، طبعاً الدكتور المؤلف أجرى دراسة بمشفى المواساة ووجد أنه أهم سبب للقصور الكلوي المزمن من أمراض الكبب هو الفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروسيس أو إحنا نسميه التصلب الكبي البؤري. وطبعاً يبدو أنه الوراثي تلعب دور مهم في ذلك، ووجد لاحقاً أنه الفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروسيس هو أهم سبب للداء الكلوي المزمن في الشرق الأوسط. هلأ راح نحكي عن أسباب القصور الكلوي المزمن فقط تعداد. عندنا الأسباب الخلقية والوراثية بتشكل نسبة 5% من الحالات، وأهم بيأتي على رأسها هو الداء الكلي عديد الكيسات. هي داء الكلي عديد الكيسات هو عبارة عن مرض خلقي وراثي ما بيظهر إلا بأعمار تقريباً 15 ل 20 سنة، وبياخذ فترة طويلة حتى يوصل للقصور الكلوي، بياخذ تقريبا فترة 20 ل 25 سنة، فتقريبا بيتظاهر بأعمار 45 ل 50 سنة. وعندنا متلازمة ألبورت كمان هي عبارة عن مرض كبي خلقي وراثي وبيترافق مع صمم خلقي وقد ينتهي بقصور كلوي مزمن. ارتفاع التوتر الشرياني بشكل تقريبا 5 ل 20% من الحالات. أمراض الكبب بتشكل 10-20% من الحالات، ومثل ما ذكرنا أهم سبب في سوريا والشرق الأوسط هو الفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروسيس.
أمراض الخلال بتشكل نسبة مليحة، إنه بتشكل نسبة 20 ل 30% من الحالات، وهي سابقا كانت أهم الأسباب عالميا، وخصوصا عند المرضى اللي بيستعملوا مضادات التهاب غير السيرويدي. الأمراض الالتهابية الجهازية مثل الذوب الحمامي الجهازي والتهابات الأوعية بتشكل تقريبا 5 إلى 10% من الحالات، ولكن أهم سبب للقصور الكلوي المزمن وأشع سبب للقصور الكلوي المزمن واللي تقريبا بشكل حوالي نصف الحالات هو السكري، وأحيانا قد تصل النسبة إلى 50% من الحالات أو أعلى من ذلك، خصوصا بالدول اللي بيكون فيها نسبة انتشار عالي لداء السكري مثل بعض دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي. هلأ الشيء المهم، رح نتحدث عن مراحل تطور الداء الكلوي المزمن، وهي التصنيف كتير مهم. يتم تصنيف القصور الكلوي المزمن بالاعتماد على معدل رشح الكبة إلى 5 مراحل. عندنا المرحلة الأولى، هي مرحلة تحت سيروية بكون فيها معدل رشح الكبة طبيعي أو مرتفع، وكتصنيف هي بكون فيها معدل رشح الكبة أكثر من 90 مللتر بالدقيقة، بيكون فيها معدل رشح الكبة مرتفع أو طبيعي كما في حال الداء السكري. مثل ما قلنا بالمرحلة الأولى مع اعتلال الكلى السكري بيحدث ضخامة بالكوبيبات وزيادة بمعدل رشح الكبة. كرياتين الدم بيكون طبيعي وما بيعاني المريض من أي شكاية، ولكن على الرغم من كون رشح الكبة والكرياتينين طبيعيان، لكن يوجد أدلة على أذية كلوية محتملة مثل وجود بيلي بروتيني زهيدي أو صريحة أو بيلي دموية أو تغيرات نسيجية بالخزعة أو وجود تغيرات شعاعية مثل حصى غير العرضي أو يكون عند المريض جذر مثانة حالبي. تعتبر الحالات اللي ذكرناها جميعها هي درجة أولى من القصور الكلوي. طبعا لا يمكن اعتبار مريض هذه المرحلة طبيعيا تماما، لأنه بعد سنوات وفي حال إهمال هذه الحالة قد يتطور نحو القصور الكلوي الانتهائي. هذا يوضح أن سلامة الكلي لا يتم تحديدها بوجود معدل رشح كبة طبيعي فقط، بل يجب أن تغيب عنده مشعرات الأذية السابقة جميع اللي تحدثنا عنها، أنه بيلي بروتيني زهيدي أو بيلي بروتيني صريحة أو بيلي دموية يجب أن تكون غائبة حتى نقول أنه طبيعية، أو ما يكون في أي تغيرات نسيجية بالخزعة، وعدم وجود حصيات غير عرضية أو وجود جذر مثاني حالي. هلأ المرحلة الثانية أيضا بيكون هي مرحلة تحت سيروية، والمريض بيكون لا عرضة، بيكون فيها معدل رشح الكبة منخفض باعتدال، وبكونوا بين مثل ما ذكرنا المرحلة الأولى بيكون أكثر من 90 ملمتر بالدقيقة، أما هون بيحصل بينخفض معدل رشح الكبة بيصير من 60 ل 89 ملتر بالدقيقة على 1.73 متر مربع من مساحة سطح الجسم. أيضا الكرياتينين هون بيكون طبيعي ولا يوجد قصور كلوي سريري، ما يعني ما بيكون عند المريض تظاهرات سريري، لكن هاي المرحلة كسابقتها يوجد في هذه المرحلة أدلة على وجود أذية كلوية، إما وجود بيلي بروتيني زهيدي مثل ما كنا متذكرين قلنا أن البيلي الألبومين الطبيعية لازم تكون أقل من 30 ميلي جرام بول 24 ساعة، فإذا ارتفعت وصارت من 30 ل 300 ميلي جرام بول 24 ساعة فهي صارت بيلي الألبومين مجهرية، أو يكون عند المريض بيلي بروتيني صريحة. البيلي بروتيني هون يعني البروتين كله، فمثل ما ذكرنا أنه عادة البول لا يحتوي على أي كمية من البروتين أو يحتوي على كميات زهيدة لا تزيد عن 150 ميلي جرام في بول 24 ساعة، فإذا ارتفعت بيلي بروتيني وصارت أكثر من 150 ميلي جرام بول 24 ساعة فهون صارت بيلي بروتيني صريحة، أو يكون عند المريض بيلي دموية أو تغيرات شعاعية أو تغيرات نسيجية في الخزعة. كذلك هاي المرحلة مثل سابقتها لا يمكن اعتبارها حالة طبيعية على الرغم من أن كرياتين المصل طبيعي، ولا بد من الانتباه لهذه الحالة. أحيانا طبعا هي نادرة قد يكون رشح الكبة منخفضا في حالات طبيعية كما عند شخص نحيل مثلا، لكن دون وجود الدلي على أذية كلوية فهالحالة هي لا تعتبر من مراحل القصور الكلوي. هلأ نجي للمرحلة الثالثة، ومن هون تبدأ الأمور يعني السريري بالظهور.
المرحلة الثالثة بينخفض معدل رشح الكبة وبصير بين 30 ل 59 مللتر بالدقيقة، وهي المرحلة الثالثة هي تعتبر أولى مراحل القصور الكلوي السريري، حيث يكون كرياتينين المصل مرتفعا وبتراوح بين 1 ل 2 ميلي جرام بالديسلتر. إذا متذكرين وقت اللي حكينا عن الكرياتينين، قلنا أنه الكرياتينين ما بيبلش بالارتفاع إلا بعد أن تنخفض الوظيفة الكلوية إلى النصف. يعني لما بينخفض معدل رشح الكبة مثل ما ذكرته، مثل ما متذكرين قلنا معدل رشح الكبة الطبيعي تقريبا بين 90 ل 120 مللتر بالدقيقة، فما بيبدأ الكرياتينين بالارتفاع إلا عندما يصل عندما ينخفض معدل رشح الكبة إلى أقل من 60 مللتر بالدقيقة، وبالتالي بيكون الوظيفة الكلوية فقدت نصف قدرته. طبعا هذا المرحلة الثالثة إلى طبعا مو بعض التصانيف، هلا حديثا كل التصانيف بتقسمها الى مرحلتين، هي المرحله 3A والمرحله 3B. فهي سهله، يعني 3A بيكون معدل رشح الكبه بين 45 59 مللتر بالدقيقه، و3B بيكون معدل رشح الكبه بين 30 ل 44 مللتر بالدقيقه. هنا لا نحتاج الى باقي الادله كالمرحلتين السابقتين، لانه اصلا هون بهالمرحله هي بتظهر سريريا وتظهر مخبريا ايضا بارتفاع ارقام الكرياتينين. فمثل ما شرحت عن الكرياتينين، هلا ارتفاع كرياتينين المصل يعبر عن القصور الكلوي السريري، لانه الكلي بتكون فقدت نصف وظيفته. المرحله الرابعه، هون معدل رشح الكبه بيكون صار بين 15 ل 29 مللتر بالدقيقه، وبترتفع قيمه الكرياتينين اكثر من 2 ميلي جرام بالديسلتر. المرحله الخامسه هي القصور الكلوي الانتهائي، او بسموها الاندستيج رينال ديزيز، هون بينخفض معدل رشح الكبه الى اقل من 15 مللتر بالدقيقه، وبتبلش قيمه الكرياتينين بترتفع وبتصير اكثر من 2.7 ميلي جرام بالديسلتر. وهذا مثل ما ذكرنا يسمى الاندستيج رينال ديزيز، او الداء الكلوي المزمن الانتهائي. بهالحاله هي ما بنكتفي بالعلاجات المحافظه، بل يحتاج المريض الى المعالجه المعيضه عن الكلي، يعني بده تحال دموي او تحال بريتواني او زرع كلي، لانه قد يموت اذا لم يحصل على هذا العلاج. طبعا يدل مصطلح القصور الكلوي السريري على المرحله الثالثه فما فوق من القصور الكلوي. مثل ما ذكرنا المرحله الاولى والثاني، المرحله الاولى بيكون فيها معدل رشح الكبه اكثر من 90 مللتر بالدقيقه، المرحله الثانيه بيكون فيها تقريبا من 60 ل 89 مللتر بالدقيقه، هذول المرحلتين بيكونوا تحت سريريات ما فيهم اعراض. المرحله الثالثه انه بينخفض فيها معدل رشح الكبه اقل من 60، وهي بتراوح فيها معدل رشح الكبه بين 30 ل 59 مللتر بالدقيقه، فاعتبارا من هالمرحله هي بيحصل فيها التدهورات السريري وبيبلش ارتفاع كرياتينين المصل. اول مرحلتين بيكون صمتين سريريا، ثم تبدا الاضطرابات المخبريه لوحده دون السريري في المرحله الثالثه، وعندما يصل القصور لمرحله متقدمه رابعه وخامسه تبدا تظاهرات سريريه الناتجه عن اختلاطات مختلفه للمرض بالظهور. طبعا تدعى الاعراض والعلامات الناتجه عن القصور الكلي المزمن بالحاله اليورمائيه او تبلون الدم، او بسموها بالانجليش اليوريميا، نتيجه ارتفاع تركيز البولي الدموي. طبعا هذا المخطط جدول بالانجليزي بيوضح المراحل السابقه اللي ذكرناها، وفقط انتم مطالبين يعني بس تعرفوا معدل رشح الكبه بكل مرحله. بننتقل لتظاهرات السريري للقصور الكلوي المزمن. مثل ما ذكرنا، يعني ايمتى بنبدا بالتحال؟ نعم، ايمتى بنبدا بالتحال؟ باي مرحله بالضبط؟ بالمرحله الاخيره، بالمرحله الخامسه، وقت بينخفض معدل رشح الكبه اقل من 15 مللتر بالدقيقه. تمام. عند مرضى الداء السكري عاده نبدا بالتحال وقت بيوصل معدل رشح الكبه ل 15 مللتر بالدقيقه، اما عند المرضى الاخرين غير الناجم عن الداء السكري بنبدا بالتحال وقت بينزل اقل من 10 مللتر بالدقيقه، يعني بالمرحله الخامسه. هلا التظاهر السري للقصور الكلوي المزمن، اول شيء بالمظهر العياني الشحوب والسحني الترابي،
عادة الشحوب بتكون ناجم عن فقر الدم، وبتكون السحب الترابي بسبب ترسب أصبغة خاصة تحت الجلد مثل البيتا كاروتين وأصبغة أخرى غير معروفة ماهيتا، والتي قد يصعب كشفها عند أصحاب البشرة السمراء، لأنه صعب بقى ما إذا مريض مثلا لونه أسمر كتير كتير وهي بتعطي لون سمار قريب على اللون الترابي، فما في تميزه، وخاصة في بلادنا فلون بشرة معظم السكان في بلادنا هو اللون الحنطي القريب من السحن الترابي لمريض القصر الكلوي المزمن. الله يسامحك يا دكتور، معتبرنا ما لنا حلوين على كيفك. كما أن تغير اللون يكون بشكل تدريجي، لذلك غالبا من سيلاحظ سحنة المريض بشكل واضح هو شخص لم يرى المريض منذ سنوات كصديق كان مسافر لمدة طويلة. طبعا هو تغير اللون والسحن الترابي مميز جدا، بصير مثل لون التراب يعني وجه المريض، يعني سحنته بتختلف كثير كثير، فإذا كان لونه أبيض فبتظهر بشكل واضح جدا، أما إذا كان شخص مثلا لونه يعني بلاك مثل يعني الأفارقة غالبا ما راح تحسن تميزها، أما مثلا مرضى لون الحنطة مثل بشرتنا بتميزها بشكل واضح. من الأعراض الثانية هي الحكة، وهي ناتجة عن ترسب فوسفات الكالسيوم تحت الجلد، وهي والحكي عند مرضى القصور الكلوي بتكون مزعجة جدا ومعندة على العلاج، حتى المريض يعني بيهرش بحاله الليل نهار وخصوصا بالليل، وقد بتلاقي مثلا على بطنه أو على الفخذين أو على الرجلين آثار سحجات بسبب أنه كتر ما بيحك. أيضا الكدمات بسبب الوسط اليوريميائي الذي يسبب هشاشة في الأوعية وخلل في وظيفة الصفيحات، وبالتالي تزداد القابلية للنزف. تظاهرات الجهاز التنفسي، عندنا تنفس كوسمون مثل ما ذكرناه، هو زيادة في تواتر وعمق التنفس، يعني بصير المريض عنده تنفس سريع وعميق، وذلك بسبب الحماض الاستقلابي، كل حالات الحماض الاستقلابي وخصوصا الحماض اليوريميائي أو الحماض اللبني اللاكتيك أسيدوسيز كلها تترافق مع تنفس كوسمون، بالإضافة إلى تأثير فقر الدم ووذمة الرئة. يمكن سماع خراخر بالأصغاء قد تكون ناتجة عن فرط حمل السوائل في الرئة أو بسبب وذم بالرئة، وقد نسمع موجودات انصباب جم، يعني ممكن يترافق قصور الكلوي بسبب زيادة فرط حمل السوائل مع التهاب جم، وبعدين بيحصل انصباب جم، قد نسمع موجودات انصباب جم. شو هي موجودات انصباب جم بالفحص السريري؟ حدا بيعرف؟ دكتور بالإصغاء بنسمع صوت أصمي، نمو طبلة، خفوت خفوت هكي ما في بالقرع، بده يكون انه أصمي بالقاع الترية، هاي بالقرع. بالإصغاء بالإصغاء بده يكون عندنا خفوت، بده يكون عندنا خفوت، وبالجاد بكون عندنا نقص بالاهتزازات الصوتية. تمام؟ هلا تظاهرات الجهاز القلبي الوعائي، طبعا ارتفاع الضغط الشرياني من اهم التظاهرات اللي بترافق القصور الكلوي، ولكن احيانا قد يكون الضغط منخفضا اذا كان المريض يتناول المدرات، ولكن نادرا ما يكون الضغط منخفض، لانه اصلا المدرات وخصوصا المدرات العروي ما بتشتغل بالقصور الكلوي المزمن. قد تسمع احتكاكات تاموريه بالاصغاء عندما يحدث التهاب تامور، طبعا التهاب تامور اليوريميائي من أهم اختلاطات الدم الكلوي المزمن، وهو استطباب لإجراء الغسيل الكلوي. دائما إذا سمعت احتكاكات تامورية عند المريض عنده قصور كلوي مزمن فها تعتبر استطباب لإجراء الغسيل الكلوي. أيضا بيرتفع الضغط الوريدي المركزي يعني CDD بسبب زيادة الحمل بالسوائل، قد يحدث عندنا نبض على الجيبة في حال تطور سطام تاموري، ونفخة انقباضية وظيفية قد تسمع بالبؤرة التاجية بسبب فقر الدم أولا، بسبب زيادة مرور الدم عبر الصمام التاجي. النبض العجائبي، مين بيعرف شو معنى النبض العجائبي؟ أو مين بيعطيني تعريفه؟ لأنه هذا السؤال ممكن يسألوكم عليه بالقلبية بالتخرج، شو هو النبض العجائبي؟ حكي من جس
من جس الشريان وبنسمع النبض بكون مخالف. لا هذاك بالرجفان الأذيني، هذاك بسموه البلس ديفيسيت. النبض العجائبي بالتعريف الشهيق بزيد. أيوة هو هبوط بالشهيق بانخفاض الضغط بالزفير بزيد. مو ما له علاقة بالزفير. بالتعريف هو هبوط الضغط الانقباضي أكثر من 10 مليمتر إزئبقي أثناء الشهي. وين منشاهده؟ منشاهده عند المرضى اللي عندهم سلطان تاموري التامبونين، منشاهده عند المرضى اللي بيكون عندهم هجمة ربو حادي، بتشاهده أيضا عند المرضى اللي بيكون عندهم سي أو بي دي وخصوصا إذا كان في هجمة حادي، وأيضا بتشاهده عند المرضى اللي بيكون عندهم ذات ريح صدري ضاغطة أو بسموها التنشن نيوموثوراكس. فهذول المرضى إذا حطيت جهاز ضغط بالأصل إذا عم تقيس ضغطهم أنت بتلاقي المريض وهو عم ياخذ شهيق بينخفض الضغط الانقباضي أكثر من 10 مليمتر زئبقي، فهذا بسموه البلسوس بارادوكسوس أو النبض العجائي. فهو بمناسبة سلطان التاموري وجد وذكرناه. هلا تظاهرات فرط حمل السوائل في الجسم بسبب احتباس الماء والملح، وذلك بيحصل في المراحل الأخيرة من المرض. سبب ذلك هو أن الكلي في القصور الكولومزمن أول وظيفة بتفقدها الكلي في القصور الكولومزمن، هذا ما تنسوها، هي وظيفة تكثيف البول، لأنه هي وظيفة عادة تتطلب طاقة بينما تبقى وظيفة التمديد مدة أطول. أول وظيفة تفقد من وظائف الكلي هي وظيفة التكثيف، وآخر وظيفة تفقد هي وظيفة التمديد. بينما أثناء الشفاء أول وظيفة تتحسن هي وظيفة التمديد، وآخر وظيفة تتحسن هي وظيفة التكثيف. لذلك في بداية المرض وقبل ما بيوصل المريض لمرحلة القصور الكلوي انتهائي، قد يظهر المرض في البداية ببوال وبكون البول قليل الكثافة، يعني بول ممدد. أما في المراحل المتأخرة للقصور وقت اللي بينخفض معدل رشح الكبة بشدة أقل من 50 ملتر بالدقيقة، بتحتبس السوائل بشدة داخل الجسم مسببة وذمات محيطية وأيضا قد تسبب وذمات رئة، وهون المريض بقى بيصير عنده شح بول. أما انتبهوا بالمراحل الأولى للقصور الكولومزمن قد يشكو المريض من زيادة غمرات التبول. فهون مثل مذاكر الدكتور، قد يكون البوال عرضا مبكرا للقصور الكلوي المزمن فيجب الانتباه اليه، ولكن اما شح البول فهو عرض متاخر وقت اللي بيكون نزل معدل رشح الكبه اقل من 50 ملتر بالدقيقه. هلا عندنا اعراض هضميه منها الغثيان والاقياء والاسهال والقمه وانخفاض الشهيه الشديد. ايضا من الامور اللي بتحصل بالقصور الكلوي المزمن هي رائحه الفم الكريهه، ويعود ذلك إلى وجود البولي في اللعاب، فبتعطي مثل رائحة مثل رائحة البول، وأيضا قد يحصل تقرحات حول الفم. أعراض نفسية وعصبية، قد يحصل عند المرضى اضطراب في النوم وكالأرق، وأيضا الاكتئاب وهو شائع كثير عند المرضى اللي بيخضعوا للتحال الدموي، ويفضل تقديم دعم نفسي والعلاج النفسي باكرا لهم ولأقربائهم، لأنه بعض المرضى قد يقدموا على الانتحار. أيضا من الأعراض العصبية بيحصل عندهم بطء بالتفكير واضطراب بالوعي ونقص بالتركيز. في بعض الأحيان قد يحصل عندهم النفضان والارتعاش العضلي الميوكلونيك تويستينج، وهي علامة متأخرة. من الأمور المهمة اللي بتحصل عند مرضى القصور الكلوي المزمن، قد يحصل التهاب أعصاب محيطي يوريميائي، وغالباً ما بيكون حسة، حيث يشكل المريض من حس خدر ونمل أو حس حرقة في الأطراف وخاصة القدمين، وأيضاً قد يحدث عندهم التهاب أعصاب حركة، مثل إذا صار عندهم التهاب بالعضل، التهاب بالعصب الشضوي قد يؤدي إلى حدوث هبوط في القدم. في بعض المرضى قد نجد نفس الشكوى لدى مريض داء السكري، حيث أن التهاب الأعصاب
المحيطي اليوريمائي شبيه جدا بالتهاب الأعصاب الحسي الناجم عن الداء السكري، وفي حال ترافق الحالتين معا يعني التهاب أعصاب حسي ناجم عن الداء السكري والتهاب أعصاب حسي ناجم عن القصور الكلوي، فإن التهاب الأعصاب سيكون شديد الدرجة. هاي علامة مهمة إذا وجدنا بالفحص العصبي عند مريض قصور كلوي مزمن رعشي باليدين فيدل ذلك على حدوث اعتلال دماغ يوريميائي. هاي بسموها الأستيريكسيز ترومر أو بسموها الرعاش الخافق أو بسموه كذلك رعاش أو رعاش خفقان خفقان جناح الطير، بيخفق المريض بصير عنده رعاش مثل الطائر شلون بيخفق بجناحيه، فلذلك بسموه الرعاش الخافق. هذا كيف بدنا نفحصه؟ هذا بيحصل ايضا عند مرضى اعتلال الدماغ الكبدي وعند مرضى اعتلال الدماغ اليوريميائي. اذا بدك تفحصه تطلب من المريض يمد ايديه نحو الامام ويعطف الاصابع على المعصم، يعني يسوي عطف ظهري لليدين للخلف. فاذا كان المريض عنده اعتلال دماغي فبيظهر عنده رجفان باليدين على شكل خفقان جناح الطير، وهذا بسموه الاستيريكسيز تريمر. تظاهرات بولية وتناسلية اضطراب الطمث والعناني في اكثر من 50% من المرضى، ونتيجة لذلك تقل فرص الانجاب عند الذكور والاناث المصابين بالقصور الكلوي المزمن. ايضا قد يحصل مثل ما ذكرنا بوال او شح بول بالمراحل البدية، قد يحصل زياده بالتبول، وبالمراحل الانتهائيه بيصل عند مريض شح بول. الالام العظميه والعضليه والالام البطنيه، تنجم الالام البطنيه عن تبلون الدم يعني زياده اليوريا بالدم، والذي قد يؤدي الى حدوث التهاب مصريات، ومنها مثل قد يؤدي الى حدوث التهاب بيرتوان او التهاب بالجنب، او قد تحدث قرحات معديه لأن اليوريا تخرب الغشاء المعدي وتسبب فيه تسحوجات أو قرحات، يعني بيحصل عند مريض مثل التهاب معدي سحجة أو قرحات بسبب تخريش اليوريا للغشاء المعدي. الآلام العظمية قد تحصل لأنه تزداد لدى مرضى القصور الكلوي نسبة حدوث الكسور العفوي. طبعا في حال رؤيه ادوات عند المريض تدل على وجود قصور كلوي مزمن مثل قسطره التحال الدموي. قسطره التحال الدموي سابقا كانت توضع في الوريد تحت الترقيه، كانوا يسموها الصب كليفن، اما الان فغالبا ما توضع في الوريد الوداجي الباطن، وغالبا ما يتم اختيار الطرف الايسر، وتدل على ان المريض يخضع لجلسات الغسيل. ايضا الناسور الشريان الوريدي او الفيستولا بتشوفوها عند مرضى القصور الكلوي، وهي الفيستولا بيعملوها عادة لمرضى القصور الكلوي المزمن اللي بده يخضعوا للتحال الدموي بشكل مزمن بدلا عن قسطرة التحال الدموي، أو في حال مشاهد قسطرة رحم بريتواني غالبا بتكون على يسار السرة أو أثار عمليات سابقة مثل عمليات زراعة كلي سابقة. هلا هون الصورة اللي بأعلى مثل ما نكون شايفين صورة هذا المريض، هذا السحني الترابي والشعور اللي بيتشاهد عند مرضى القصور الكلوي المزمن. هون هي الصورة التوسعات الوريدية اللي بتحصل عند مرضى القصور الكلوي المزمن بعد إجراء الناسور الشريان الوريدي أو الفيستولا. هاي طبعا الوذمات، هون هي السحجات، الصورة اللي على اليسار بالأعلى هاي السحجات اللي تحصل عند بعض مرضى القصور الكلوي المزمن بسبب الحكي الشديد، وهون هاي الوذمات الانطباعية وطريقة جسها. لاحظوا تضغط ضغط وبعد ما ترفع الأصابع بتلاحظ حدوث انطباع محل الأصابع، تلاقي رؤوس الأصابع تنغرز ضمن الجلد و بتبين مثل طعجي، فهي تدل على وجود سوائل، وهي احنا بنسميها وذمي انطباعي. طبعا هون هي الفيستولا وآليتا. الفيستولا هي عبارة عن مفاغرة شريانية وريدية يتم إجراءها جراحيا،
بيطلبوا من الطبيب الجراح يسوي فيستولا لمريض القصور الكلوي المزمن، لانه الاورده المحيطيه غير قادره على تزويد جهاز الغسيل بكميه مناسبه من الدم، لذلك بنعمل الفيستولا. بتم مفاغره الشريان اللي بلون احمر مع الوريد اللي بلون ازرق، فبسبب ارتفاع الضغط ضمن الشريان واعلى من الوريد يمر الدم بكميه كبيره الى داخل الاورده، فبيرتفع الضغط داخل الوريد فبتتوسع الاورده وبتستوعب كميه كبيره من الدم. وقت اللي بدنا نوصل المريض بجهاز غسيل الكلي عن طريق الفيستولا، الفيستولا في له بيكون جهاز المأخذ بيكون له يعني الفتحه بيكون له مأخذين، مأخذ بياخذ الدم من المريض الى جهاز الغسيل، ثم بعد تنقيته في مأخذ ثاني بيرجع الدم الى جسم المريض. وهي الفيستولا اكيد بكونكم شايفينها اذا بتروحوا على المشافه، اي مريض قصور كلوي مزمن بتلاقي عنده فيستولا، فاذا جيت ضغط عليها بتشعر هيك يعني مثل قرقره تحت ايديك، وبتكون كثير هيك عم تغزي الغزل يعني. هلا اختلاطات الداء الكلوي المزمن راح نتحدث عنها بالتفصيل. اول شيء عندنا فقر الدم، فقر الدم شائع جدا لدى مرضى القصور الكلوي المزمن، لكن ليس بالضرورة أن نجده لدى جميع المرضى، وأيضا تختلف شدته بين مريض وآخر. غالبا كتصنيف فقر الدم من ناحية الدموية بيكون هو سوي الكريات سوي الصباغ. قد ينخفض الهيموغلوبين لدى مرضى القصور الكلوي المزمن إلى 5 إلى 7 جرام بالديسيلتر في المرحلة الخامسة من القصور الكلوي المزمن، وبينتج فقر الدم عن عدة آليات أهمها، هاي ضروري تحفظوها. الآلية الأهم والأشيع لفقر الدم عند مرضى القصور الكلوي المزمن هي عوز الإريتروبيوتين، لأنه مثل ما ذكرنا أنه الكلي لها وظيفة هرمونية هي إفراز الإريتروبيوتين اللي بيحرض نقي العظم عن إنتاج الكريات الحمر، فبتنفقد هالوظيفة الهرمونية للكلي في المراحل المتقدمة للقصور الكلوي المزمن. فلما بقل أو يفقد إفراز الإريتروبيوتين فبيفقد النقي المحرض له، وبالتالي نقص إفراز الإريتروبيوتين سيؤدي إلى نقص في تشكيل الكريات الحمر في نقي العظام. هاي طبعا الآلية الأساسية، لكن في آليات أخرى لفقر الدم أو يعني عوامل مساعدة لحدوث فقر الدم عند مرضى القصور الكلوي المزمن، وأهمها هي الوسط اليوريميائي. الوسط اليوريميائي بيلعب عدة أدوار. الوسط اليوريميائي بحد ذاته هو عبارة عن وسط سمة له تأثير مثبط على نقي العظم، فبيثبط نقي العظم بشكل مباشر وبيؤدي لنقص بتشكل الكريات الحمر. أيضا الوسط اليوريميائي بيأثر على متوسط أو نصف عمر الكريات الحمر، فبيصير بيقصر تقصر فترة حياة الكريات الحمر، وبالتالي بتتخرب بشكل أبكر أو أسرع، فلذلك هذا بيساهم بحدوث فقر الدم. أيضا عدم كفاية الحديد اللي بتحصل عند مرضى القصور الكلوي نتيجة لنقص الوارد الغذائي، ولأنه أغلب مرضى القصور الكلوي المزمن بيصير عندهم نقص بالشهية، وأيضا بسبب نقص امتصاص الحديد من الأمعاء. أيضا من العوامل اللي بتساعد على حدوث فقر الدم زيادة الخسارة الدموية بسبب النزوف الناجمي عن هشاشة الأوعية الدموية واعتلال وظيفة الصفيحات والنزوف المعدي بسبب السحجات والقرحات. هلأ تدبير فقر الدم، كيف نعالج فقر الدم عند مرضى القصور الكلوي المزمن؟ الهدف الأساسي من علاج فقر الدم هو الوصول بالهيموغلوبين إلى مستوى 10 إلى 12 جرام بالديسيلتر، ويكون ذلك بإعطاء الإريتروبيوتين. الإريتروبيوتين يعطى على شكل حقن تحت الجلد، وهو العلاج الأمثل لفقر الدم عند مرضى القصور الكلوي المزمن، لكن يجب الانتباه أنه العلاج بالإريتروبيوتين يكون أقل فعالية في حال وجود عوز بالحديد، أو في حال التهاب وجود التهاب فعال عند المريض، أو في حال وجود خبثات أو فرط حمل الجسم بالألمنيوم كما يحدث عند مرضى التحال. انتبهوا لموضوع فقر الدم عند مرضى القصور الكلوي المزمن. من أهم أسباب فشل العلاج فقر الدم بالإريتروبيتين عند مرضى القصور الكلوي المزمن هو وجود عوز بالحديد، لذلك قبل علاج المريض
القصور الكلوي المزمن الذي لديه فقر دم قبل ما تعطيه الإريتروبيتين، يجب أن تتأكد أولاً أنه المريض ليس لديه عوز بالحديد، وذلك بإجراء دراسات الحديد، وأما عيار مستوى الحديد بالمصل والسعة الإجمالية لربط الحديد، والأهم هو مستوى الفريتين، لأنه مستوى الفريتين هو بدل على مخزون الجسم من الحديد. فإذا كان الفريتين أقل من 100 نانوغرام بالمليلتر، يجب أولاً تعويض الحديد ومن ثم تعطيه للمريض الإريتروبيتين، لأنه بهيك حال إذا جيت المريض عنده عوز بالحديد وجيت أعطيته الإريتروبيتين فما راح يتحسن فقر الدم، لأنه بالأصل المريض عنده عوز حديد، والحديد بالأصل هو عنده غير كافي، ومثل ما بتعرفوا أنه الحديد ضروري جداً بيدخل في تركيب الكريات الحمر، وبالتالي لن تتم الاستجابة الكافية لإعطاء الإريتروبيتين. وهذا من الأسئلة اللي بتكون يعني بتجي بشكل يعني نظرياً، أنه إذا أعطينا مريض قصور كلوي مزمن أعطينا الإيروتروبيتين ولم يتحسن، فما هو السبب الأكثر شيوعاً أو السبب الأكثر احتمالاً؟ هو عوز الحديد. لذلك أحياناً قد يعطيك قصة سريرية لمريض عنده قصور كلوي مزمن، وبيقول لك مثلاً مستوى الفريتين عنده 50، فبهيك حالي إذا كان عنده مستوى الفريتين منخفض، فإذا سألك شو هو العلاج الأمثل، ما بتكون هون العلاج الأمثل هو الإيروتروبيتين، العلاج الأمثل هو بيكون تعويض الحديد ورفع مستوى الفريتين فوق 100 نانوغرام بالمليلتر، وبعدين نعطي الإريتروبيت. طبعا تتأثر درجة فقر الدم بالسبب الذي أدى إلى القصور الكلوي، فمثلا مرضى الكلي عديد الكيسات لا تسبب فقر دم شديد، وذلك لأن وجود الداء الكلي عديد الكيسات يحرض الخلايا المفرزة للإريتروبيتين ويزيد من عملها. في حال انخفاض الخضاب عن الحد المتوقع، يجب البحث عن سبب آخر فاقم فقر الدم مثل النزوة. اضطرابات السوائل والشوارد، وبيأتي على رأسها احتباس الماء والصوديوم وارتفاع البوتاسيوم. احتباس الماء والصوديوم، بيحتبس الماء والصوديوم نتيجة نقص رشح الكبة، مما ينتج عنه علامات فرط الحجم الهايبرفوليميا مثل الوذمات وارتفاع الضغط الشرياني. لذلك يجب على مرضى القصور الكلوي المزمن اتباع حمي قليل الصوديوم، وأحيانا قد نرجع في حالة فرط الحمل بالصوديوم والسوائل لإعطاء المدرات. طبعا ملاحظة، لا يوضع جميع مرضى القصور الكلوي المزمن على حمي قليل الصوديوم، حيث أن هناك بعض الاحتلالات احنا نسميها الاحتلالات الكلوية المضيعة للملح أو الاحتلالات الكلوية المضيعة للصوديوم، هي قد تكون سبب في إحداث القصور الكلوي المزمن. فهي الحالات ما بنحط المريض على حمي قليل الصوديوم أو قليل الملح، أما الحالات الأخرى بنحطهم على، أما في هاي الاعتلالات المضيعة للملح أو المضيعة للصوديوم، وأهم الداء الكلوي الكيسة، أمراض الطرق البولية الانسدادية، الاعتلال الكلي الناجم عن جذر مثاني حالبة، والأمراض الأنبوبية الخلالية مثل التهاب الكلي الخلالي المزمن، بيحتاجها المرضى، لأنه هدول المرضى بضيعوا الصوديوم عن طريق البول، لذلك يسموه اعتلال الكلوي المضيع للصوديوم أو للملح، فبيحتاجوا هلا المرضى إلى الصوديوم في غذائهم، وإذا كانت الحمية قليلة الصوديوم فبيصير عنده النقص بالصوديوم شديد، وبالتالي بيحصل عنده النقص بحجم الدم. مثل ما ذكر، آخر وظائف الكلي خسارة هي التمديد، وهي أولها استعادة بعد العلاج، طبعا هذا في حالات قصور كلوي الحاد. أول وظيفة من وظائف الكلي يتم فقدانها هي وظيفة التكثيف، وآخر وظيفة يتم استعادتها هي وظيفة التكثيف أيضا. أما أول آخر وظائف خسارة هي وظيفة التمديد، وأولها استعادة بعد شفاء القصور الكلوي الحاد هي وظيفة التمديد. ارتفاع بوتاسيوم للدم، مثل ما بتعرفوا الكلي هي المسؤولة عن طرح البوتاسيوم، وبالتالي نقص الوظيفة الإطراحية للكلي سيترافق مع احتباس البوتاسيوم ومن ثم ارتفاع تركيزه في الدم. يعتبر ارتفاع البوتاسيوم حالة مهددة للحياة، لذلك لابد من الابتعاد عن الأدوية الرافعة للبوتاسيوم كالمدرات الحافظة للبوتاسيوم وحاصرات الخمير القالبي للأنجوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجوتنسين 2. أيضا يجب عرض المريض على حمية فقيرة البوتاسيوم وتصحيح حالة الحماض في حال وجوده، لأنه الحماض مثل ما ذكرنا أكثر من مرة بحد ذاته هو بيؤدي لارتفاع
بوتاسيوم الدم، وشرحنا الآلي أكثر من مرة أنه بحالة الحمار بيكون عند المريض زيادة بتركيز شوارد الهيدروجين في الوسط خارج الخلوة، فحتى الجسم يعود أو يعني يدرى أو يعمل بفر، فتدخل شوارد الهيدروجين لداخل الخلية وتخرج شوارد البوتاسيوم عوض عنها لخارج الوسط خارج الخلوة، فبيرتفع تركيز البوتاسيوم بالدم. وأيضا من العلاجات التي تستخدم عند مرضى القصور الكلوي المزمن هي الراتنجات المبادلة للشوارد، وعلى رأسها راتنجات الكالسيوم، هاي بتبادل الكالسيوم مع البوتاسيوم، يعني الراتنجات هاي الكالسيوم ريسيونيوم أو الراتنجات الكالسيوم، هون بتبادل الكالسيوم مع البوتاسيوم بالأمعاء، بتطرح شارتين بوتاسيوم مقابل عود امتصاص شارد كالسيوم. وايضا في عندنا الكاي اكزيليت، هذيك لا يفضل استخدامها لانه بتبادل الصوديوم مع البوتاسيوم، ولكن ما زالت مستخدمين الكاي اكزيليت، تستخدم منذ فتره طويله. الحمض الاستقلابي مثل ما بتعرفوا وشرحنا اكثر من مره يترافق تدهور وظيفة الكلي بالحماض، واللي بينتج عن زيادة تركيز شوارد الهيدروجين في الدم بسبب عدم قدرة الكلي على إطراح شوارد الهيدروجين في البول، وأيضا بسبب نقص البيكربونات في الدم لسببين، إما لأنه حالة الحماض لأنه ترتبط البيكربونات مع الهيدروجين كآلية دارئة وبالتالي بتؤدي إلى نقص مستوى البيكربونات، وأيضا بسبب ضعف قدرة الكلي على تصنيع البيكربونات جديد. يرتبط الحماض بزيادة تقويض الأنسجة وانخفاض تخليق أو تصنيع البروتين، وقد يؤدي إلى تفاقم أمراض العظام مثل ما ذكرت بمحاضرة توازن الحمض القلوي. إذا كان رشح الكبة فوق 30 مللتر بالدقيقة بيكون الحماض طبيعي فجوة الصواعد، لأنه بهون بهالحالة هي بيكون عم يعاود آلية زيادة عودة امتصاص الكلور، وبالتالي بتبقى فجوة الشوارد طبيعي. أما إذا كان رشح الكبة تحت 30 مللتر بالدقيقة فبكون الحماض عالي الفجوة الشاردي. هلأ تدبير الحماض الاستقلابي عند مرضى القصور الكلوي المزمن، يتم علاج حالة الحماض الموجودة بإعطاء البيكربونات، ويجب الحفاظ على بيكربونات الدم بقيم أكثر من 22 مليمول باللتر. قد تستخدم البيكربونات الصوديوم بجرعة ابتدائية 1 جرام كل 8 ساعات تزاد حسب الحاجة، ولكن هذا بالحالات الحادة اللي بيكون فيها انخفاض بالبي اتش أقل من 7.1، لكن بالأحوال الطبيعية نادر ما نلجأ لإعطاء البيكربونات إلا إذا كان المريض عنده فرط بوتاسيوم، لأنه مثل ما تتذكروا هي أحد السبل العلاجية لعلاج فرط البوتاسيوم، وبشكل عام لا يفضل تجنبه لأنه بتحوي صوديوم، وبالتالي والمريض بالأصل عنده ارتفاع بتركيز الصوديوم في الدم، مما قد يؤدي أو على الأقل تفاقم الوزمات وارتفاع التوتر الشرياني. وأيضا من علاجات الحماض سترات البوتاسيوم، يفضل تجنبه لأنه قد تؤدي لرفع بوتاسيوم الدم. بشكل عام وكعلاج مزمن عند مرضى القصور الكلوي، أفضل خيار اللي يعني وبتلاقوها بشكل دائم موصوف عند مرضى القصور الكلوي المزمن هي مركبات كربونات الكالسيوم، وتعطى بجرعه يوميه حتى 3 جرام في اليوم. هي بتساعد بتصحيح نقص الكالسيوم المرافق القصور الكلوي، وايضا بتصحح الحماض، وايضا بتساعدنا بربط الفوسفات القادم من الغذاء، فبالتالي تساعد في تدبير فرط فوسفات الدم. في المراحل النهائية قد نلجأ إلى التحاليل الدموي أو البريتواني للتخلص من الحماض والاضطرابات الأخرى. طبعا الحماض الشديد يعني لما تكون بي اتش أقل من 7.1 هو أحد الاستطبابات، أو الحماض الشديد أو المعند على المعالجة هو أحد الاستطبابات إجراء غسيل الكلى. الأمراض القلبية الوعائية، تعتبر الحوادث الوعائية القلبية والدماغية السبب الأشع للوفاة عند مرضى القصور الكلوي المزمن، حيث تصل نسبة الوفيات بسببها إلى 60%. لا تنسوها مثل ما ذكرنا مرضى القصور الكلوي الحاد أهم سبب للوفيات عندهم هي الإنتانات، أما مرضى القصور الكلوي المزمن أهم سبب للوفيات عندهم هي الحوادث الوعائية القلبي. الداء الكلوي المزمن بحد ذاته
يعتبر عامل خطر مستقل للأمراض القلبية الوعائية. فمن الشائع وجود ارتفاع توتر شرياني عند مرضى القصور الكلوي المزمن. أيضا التصلب العصيدي شائع وبيتسارع أصلا التصلب العصيدي عند مرضى القصور الكلوي المزمن، وينتج عن تكلس الأوعية الدموية بسبب مستويات الفوسفات العالي. مستويات الفوسفات وقت الترتفاع تتحد مع الكلس وبتشكل معقدات تترسب على جدر الأوعية الدموية. أيضا بيصل عندهم ضخامة بطين أيسر بسبب فرط الحمل الحجمي، يعني بسبب فرط حمل السوائل، وهو عادة ضخامة البطين الأيسر أو توسع البطين الأيسر هو سبب هام للوفيات بسبب حدوث اللانضمية. بشكل عام المرضى اللي بيحصل عندهم توسع بجدار البطين الأيسر أو ترقق بجدار البطين الأيسر بيكونوا أهبي لحدوث اللانضميات، وخصوصا اللانضميات البطينية الخطيرة مثل خوارج الانقباض وتسرع قلب البطينة. التهاب التامور اليوريميائي شائع لدى المرضى غير المعالجين أو المعالجين بشكل غير كافي، والذي قد يؤدي إلى حدوث سطام تاموري والتهاب تامور عاصر، وأيضا قد يؤدي إلى قصور قلب احتقان. تزداد الخطورة القلبية لدى مريض القصور الكلوي بوجود ارتفاع التوتر الشرياني والداء السكري والبيل البروتيني، وكذلك أيضا في حال وجود قصة عائلية لأمراض نقص التروي القلبي. اضطراب شحوم الدم، يحدث فرط في شحوم الدم عند مرضى القصور الكلوي المزمن. عند مرضى القصور الكلوي المزمن بشكل عام بيحصل عندهم زيادة بفعالية الليبوبروتين لباز، فبيحصل عندهم فرط بالكوليسترول وبكون شائع، وخصوصا المرضى اللي بيكون عندهم بيلي بروتيني هامي، لانه اذا بتذكروا وقت كنا مرضى النفروز لانه بيضيعوا البروتينات بشكل كبير فبيزداد انتاج الشحوم بالكبد فبيرتفع مستواها بالدم. من الشائع ايضا وجود ارتفاع مستويات الدهون الثلاثي، لذلك ندخل دائما مركبات استاتين ضمن الخطه العلاجيه لجميع مرضى القصور الكلوي المزمن بهدف تخفيض نسبة الشحوم لديهم. أيضا تأثير استاتينات الحامية للقلب، وبالإضافة إلى هناك بعض الأدلة تشير إلى أن السيطرة على اضطراب الشحوم بواسطة مركبات استاتين يبطئ من معدل تطور المرض الكلوي. لكن من المعضلات، طبعا ما هي المعضلات لها حل، التي تواجه الطبيب هي اختيار الدواء المناسب لخفض الشحوم، حيث أن بعض الستاتينات تؤدي إلى ارتفاع الكرياتينين نتيجة انحلال الخلايا العضلية المخططة. بشكل عام أهم التأثيرات الجانبية لمركبات الستاتين هي تأثيرين جانبيين، هذول لازم ما تنسوهن وقت اللي بتوصفوا مركبات الستاتين لأي مريض. الأول هو أنه قد يؤدي إلى ارتفاع بأنزيمات الكبد، ارتفاع بالأستي والألتي، ولكن التأثير المهم واللي يجب عدم إهماله هو الآلام العضلية. أي مريض عطيته مركب من مركبات ستاتين وجاك عاد يشكي من آلام عضلية، أوعد تهمل هالشكاية هاي وتقول له شد عضلي ولا تشنج عضلي، لأنه إذا كان عاد يشكي من آلام عضلية هوني لازم تعمل أنزيمات العضلات السي بي كي والألدولاز. فإذا كان في ارتفاع بالانزيمات العضلية يجب إيقاف الدواء لأنه هي بتؤدي لانحلال بالعضلات المخططة. فإذا حصل عند المرضى مثل ما قلنا مثل مرضى تنادر الهرس أو المرضى اللي بيصير عنده انحلال بالعضلات المخططة قد تؤدي إلى قصور كلوي حاد، لأنه بترسب الميوغلوبين بالأنابيب الكلوية بيدين لنخر أنبوبه حاد، فبيحصل عند المريض قصور كلوي حاد على أرضية قصور كلوي مزمن. ومن الأدوية المسببة للانحلال أنه أشعة ومركب الأتوربة استاتين، لكن الأدوية اللي ما بتأدي لانحلال بالعضلات مخططة هي الفلوفا استاتين والسينفا استاتين والروزوفا استاتين. طبعا ما بعرف هو على أساس شو قايل أنه رغم أن فعالية الأدوية الأخيرة أقل من الأتوربة استاتين، طبعا الروزوفا استاتين مثل هلا ممكن قصده على السينفا استاتين. السينفا استاتين كان هو أول مركب من مركبات الستاتينات تم اكتشافه، وبعدها الفلوفاستاتين، ولكن الروزوفاستاتين مثل الأتوربستاتين فعالية كفعالية بتخفيض الكوليسترول والدهون الثلاثي والLDL كفعالية يعادل الأتوربستاتين لم يكن أفضل، ولكن يعتبر
أسلم، لذلك فهي مفضلة لدى أطباء الكلي على الأتربة الستاتين. فهي شغلة بسيطة أنه مرضى قصور الكلوي المزمن لا تعطون الأتربة الستاتين، إذا بدكم تعطون أعطون السيمفاستاتين أو الروزفاستاتين. الاضطرابات المناعية، يصنف مرضى القصور الكلوي المزمن ضمن المرضى المضعفين مناعيا، حيث تكون المناعتان الخلوي والخلطي ضعيفتين لديه. فمثلا نسبة 30% من مرضى القصور الكلوي المزمن يستجيبون عند إعطاء اللقاحة ويشكلون الضاد للعامل الممرض، تعد الإنتانات ثاني سبب للوفيات عند مرضى التحالف الدموي بعد الأمراض القلبية الوعائية، وتأتي الإنتانات بالعنقوديات المذهبي ستاف أورياس في المرتبة الأولى، وبعدها المكورات الرئوية. بشكل عام يفضل إعطاء لقاح التهاب الكبد ولقاح المكورات الرئوية، خصوصا للمرضى الذين سيبدأون بإجراء غسيل الكلى. الاضطرابات النزفية، مثل ما ذكرنا بيزداد الأهبي للنزف عند مرضى القصور الكلوي المزمن، مما يفسر حدوث الكدمات والنزوف تحت المخاطي. طبعا انتبهوا عند مرضى القصور الكلوي المزمن لأنه ما في اضطراب بعوامل التخثر، وبالتالي ما بيحصل عندهم يعني تطاول بزمن البيتا أو زيادة الأي نار أو تطاول بزمن البيتا أو نقص بعدد الصفيحات، لكن بيطاول زمن النزف بسبب سوء وظيفة الصفيحات، مثل ما ذكرنا الوسط اليوريميائي بيؤدي لسوء وظيفة الصفيحات، وبالتالي ممكن يحصل عندنا تطاول بزمن النزف، ولكن البيتي والبيتي والآينار بكونوا طبيعيات. الاعتلال العضلي، قد يحدث اعتلال عضلي معمم لدى مرضى القصور الكلوي المزمن نتيجة اجتماع عدة عوامل مثل سوء التغذية والاضطرابات الشاردية مثل اضطرابات البوتاسيوم والكالسيوم، وأيضا السبب مهم هو فرط نشاط جرات الدرق الثانوي وأيضا نقص الفيتامين لدال. بيظهر الاعتلال العضلي بتشنجات عضلية أو متلازمة الساق غير المرتاحة، بسموها restless leg syndrome، بسموها متلازمة الساق غير مرتاحة أو تململ الساق. هاي شائعة لدى مرضى القصور الكلوي المزمن، بيعاني المريض من نفضات jerks أو jumps في الساق خصوصا ليلا. بتلاقي المريض بعد ما ينام له شي ساعة أو ساعتين بصير يعاني من مثل حس مضض أو نفضات بالساق، فبيقعد ما بيعرف شو بدي يسوي لحتى بقى يقوم يمشي له شو الساعة، بحس حاله إنه ها صارت رجله كويسي. هاي بيسموها متلازمة الساق غير مرتاحة أو restless leg syndrome، وبيتهم فيها أحيانا نقص الحديد، وخصوصا إذا كان عند المريض نقص بمستوى الفيريتين. الاضطرابات الهرمونية، من الاضطرابات الهرمونية اللي بتحدث عند مرضى قصور الكلوي المزمن ارتفاع البرولاكتين، الوسط اليوريميائي بيحرض إفراز البرولاكتين بآلية غير معروفة، مثل ما بتعرفوا في الغدية يؤدي ارتفاع تركيز البرولاكتين إلى ثر الحليب، وأيضا بيؤدي لنقص الرغبة الجنسية والوظيفة الجنسية لدى كلا جنسين، وبالتالي إمكانية الحمل لدى هؤلاء المرضى تكون أقل، وأيضا قد يؤدي إلى حدوث اضطراب الطمثية عند النساء. تحدث الاضطرابات الجنسية لدى مرضى القصور الكلوي بسبب ارتفاع تركيز البرولاكتين بشكل أساسي، أيضا يساهم اضطراب عمل الهرمونات الجنسية في حدوثها أيضا. عفوا، من الاضطرابات الهرمونية بيحصل عندنا اضطراب استقلاب الأنسولين، يجب تخفيض جرعة الأنسولين في 70% الحالات لدى مرضى السكري المصابين بالقصور الكلوي المزمن المتقدم، لكن هناك بعض المرضى نضطر فيها لزيادة جرعة الأنسولين، وحالات أخرى نبقي الجرعة نفسها. طبعا من الاضطرابات التي قد يؤدي إليها القصور الكلوي المزمن على مستوى الأنسولين هو أنه بيزيد المقاومة للأنسولين، وبالتالي إذا المريض عنده زيادة بالمقاومة للإنسولين قد نضطر أحياناً لزيادة جرعة الإنسولين، ولكن عند أغلب المرضى من نقص جرعة الإنسولين للسبب اللي راح نحكي، إنه بيتم استقلاب 25% من الإنسولين يتم استقلابه في الكلي، والنسبة الباقي تستقلب في الكبد. فبعض المرضى القصور الكلوي المزمن قد يحدث لديهم نقص بسكر الدم بسبب زيادة العمر النصفي للإنسولين نتيجة لنقص الاستقلاب الكلوي للأنسولين بسبب قصور الكلي،
وايضا نقص الاستقلاب الكبدي للانسولين اللي بيؤدي اليه الوسط اليوريميائي. اما قد يحدث لدى بعض المرضى ارتفاع في سكر الدم، لانه مثل ما ذكرت قصور الكلوي المزمن يترافق ايضا مع زياده في مقام للانسولين ناتجي عن الوسط اليوريميائي. وبالتالي اصبح لدينا ثلاث عوامل مؤثره، هي الاستقلاب الكلوي اللي مثل ما ذكرنا بشكل بيساهم باستقلاب الانسولين بنسبه 25%، الاستقلاب الكبدي بنسبه 75%، وايضا المقاومه للانسولين. وبالتالي حصيله العوامل السابقه لصالح اي عامل منهم، وهي ما سيحدد علاج المريض وكميه الانسولين التي يجب ان تعطى له، فاما نبقى على نفس الجرعه او نزيد او ننقصها حسب سيطره احد هذه العوامل. بعض الملاحظات عن مرضى القصور الكلوي المزمن اللي عندهم داء سكري، يحدث لدى بعض مرضى داء السكر المصابين بالقصور الكلوي المزمن قد تصبح نتيجه تحليل سكر الدم طبيعي لديهم، فيعتقد المريض انه شفي من السكر ويقوم بايقاف الانسولين. اما ما حدا فعلا فهو ان السكري قد خرب الكلي، فادى بها الحاله هي الى زياده العمر النصفي للأنسولين، وبسبب بطء استقلابه فبيزداد وبيطول زمن تأثير الأنسولين. من الأمور المهمة، قد يسبب الميتفورمين حماض لبني داخل الخلوي من النمط الثاني، لذلك يجب إيقاف الميتفورمين لدى مريض القصور الكلوي المزمن عندما يصبح تركيز الكرياتينين في الدم فوق 2. وبشكل عام أصلا لما تدرسوا عن الميتفورمين بشكل عام بالمراجع العالمية يقول لك لا يجوز إعطائه للمرضى اللي عندهم كرياتين المصل، يعتبر مضاد استقباب إذا كان كرياتين المصل أكثر من 1.5 ميلي جرام بالسيلتر، وحفظوها كقاعدة. الميتفورمين لا يعطى عند المرضى اللي بيكون لديهم مستوى كرياتين المصل أكثر من 1.5 ميلي جرام بالسيلتر، مو والله لحتى يوصل الاثنين. عند هذا الرقم يجب أن نوقف كل خافضات السكر الفموية عموما، وننتقل للإنسولين الذي نعطيه بكمية معينة حسب حالة المريض. في بعض الحالات قد نسمح بمركبات السلفونيلوريا ذات العمر القصير والتخرب السريع، ولكن بشكل عام ما بنستخدم خافضات السكر الفموية، فقط بنستخدم الإنسولين، لأن خافضات السكر الفموية أحيانا بيكون إطراحها بطيء جدا، فما بتحسن تعالج نقص السكر الناجم عنها. أما الإنسولين ففيك تتوقع أنه يعني قيمت بينتهي تأثيره، لذلك يفضل الإنسولين على المركبات الأخرى عند مريض السكري المصاب بالقصور الكلوي المزمن. فرط نشاط جرادة الدرق الثانوي راح نتحدث عنه لاحقا. الاضطرابات الهضمية، أشع تدورات الهضمية لدى مريض القصور الكلوي المزمن هي فقدان الشهية والغثيان والأقيات. أيضا بيرتفع عدد الحالات الإصابة بالقرحة الهضمية. بشكل عام تستخدم مضادات مستقبلات الهستامين H2 مثل الرانتيدين والسيميتيدين، أو مثبطات مضخة البروتون BBI مثل الأوميبرازول أو البانتوبرازول في حال وجود القرحة الهضمية في الداء الكلوي المزمن، وأيضا تستخدم كأدوية وقائية روتينية في القصور الكلوي الحاد، لأن القصور الكلوي الحاد هو عبارة عن حالة شدي، وأي حالة شدي ممكن تؤدي إلى حدوث التهاب معدي سحجة. فمثل الحوادث الوعية الدماغية أو مرضى القصور الكلوي الحاد أو المرضى الموضوعين على التنفس الاصطناعي، كلها تنعتم بشكل روتيني نعطيهم مركبات BBI خوفا لتقليل نسبة حدوث التهاب معدي السحجة. انتبهوا عندما يأتي مريض، طبعا هون المقصود أنه عندما يأتي مريض قصور كلوي مزمن إلى الإسعاف بغثان وإقياء شديدين، قد يكون السبب هو ارتفاع اليوريا الشديد، لذلك يجب أن ننتبه إلى أن هذه النقطة قد يكون هذا العرض استطبام لإجراء التحال. طبعا بعض المراجع بتذكر من استطبابات التحال أو الغسيل الكلوي هو الإقياء المعند على العلاج، إنه المريض إذا كان عنده إقياء معند على العلاج، طبعا الإقياء هو سبب الأساسي ارتفاع اليوريا والوسط اليوريميائي، فأحيانا شو ما عطيت مضادات إقياء المريض ما بتوقف عنده الإقياء، فالإقياء المعند وغير مستجيب على أي علاج هو أحد استطبابات إجراء الغسيل، لأنه بس ينقص مستوى البولي الدموي أو اليوريا بتوقف الإقياء. اختلاطات العظمية، تأخذ الاختلاطات العظمية في سياق قصور الكلوي المزمن عدة أشكال،
وهي اما تليون عظام استيوميليشيا او تخلخل عظام استيوبروسيس او تصلب العظام استيوسكليروسيس. وعندنا المرض الرابع هو امراض العظام بفرط الدريقات او بسموه الحفن العظمي الكلوي، بسموه البارا ثيرويد رينال ديستروفي، وله اسم الاشياء اللي بتلاقوه بالكتب وبالمراجع، هو الداء العظمي اللي في الكيسه الاوستايتس فيبروزا سيستيكا. اسباب الاختلاطات العظميه في القصور الكلوي المزمن، اول شيء السبب الاساسي اضطراب الوظيفي الكلوي الذي يؤدي الى انخفاض طرح الفوسفور وبالتالي ارتفاع فوسفور الدم. هذا اهم سبب، اهم سبب للاختلاطات العظميه عند مرضى القصور الكلوي المزمن هو نقص اطراح الفوسفور بالبول وبالتالي ارتفاع مستواه في الدم. ايضا فقدان انزيم 1 الفا هيدروكسيلاز الكلوي مما يؤدي الى عدم قدره الكلى على تحويل فيتامين د الى شكل الفعال، وبالتالي يؤدي الى تليون عظام. مثل ما تتذكروا قلنا كيف دوري الفيتامين د، الفيتامين د بيتي من مركبات الكوليسترول اللي بتكون بالجلد بتعرضها للالترا فايلت للاشعه فوق البنفسجي بينتج عندنا الكولي كالسيفيرول. هذا الكولي كالسيفيرول بيروح على الكبد بينضاف له جذر 25 بينضاف له جذر هيدروكسيل بالموقع 25 فبصير اسمه 25 هيدروكسي فيتامين د، لكن هذا شكل غير فعال. فحتى يكون فعال بيروح هذا المركب على الكلي، هناك في خميرة الـ 1 ألفا هيدروكسيلاز بتضيف جذر هيدروكسيل إما بالموقع 1 أو بالموقع 24، فإذا أضافته بالموقع 1 بصير اسمه 1 25 داي هيدروكسي فيتامين دال 3، هو هذا الشكل الفعال للفيتامين دال. أو أحيانا بتضيفه بالموقع 24 فبصير اسمه 24-25 داي هيدروكسي فيتامين دال 3، هذا أقل فعالي ولكن هو كذلك أيضا الشكل الفعال للفيتامين دال. هلأ نقص الفيتامين دال فعال بيؤدي لانخفاض امتصاص الكالسيوم من الأمعاء وبالتالي بيؤدي لنقص كالسيوم للدم. أيضا نقص الفيتامين دال بيأثر على الخلايا الباني والكاسرة للعظم، فبيختل التوازن بين الخلايا الباني وبين الخلايا الكاسرة للعظم، تتحرض الكاسرات بشكل أكبر وبالتالي بيحصل عندنا زيادة بارتشاف العظم. أيضا من الآليات هو أنه بيحصل عندنا دائما عند مرضى القصور الكلوي المزمن بيحصل عندهم فرط جراد درق ثانوي، ارتفاع مستوى فوسفات الدم وانخفاض مستوى الكالسيوم الدم. انخفاض ارتفاع مستوى الفوسفات بسبب نقص اطراحه الكلوي ونقص كالسيوم الدم بسبب نقص الشكل الفعال للفيتامين د، هذول الاثنيناتهم بحفزوا افراز هرمون الباراثيرويد هرمون البي تي اتش مما يؤدي الى فرط نشاط جراد درق ثانوي. وقد اذا ازمن هذا فرط نشاط جراد درق ثانوي قد يؤدي الى الداء العظمي اللي في الكيسه الاوستاتيس فيبروزا سيستيكا. طبعا عند مرضى القصور الكلوي المزمن بكون عندهم فرط نشاط جراد درق في هذه الحاله بكونوا ثانوي، الا انه قد ينقلب لثالث. انتبهوا فرط نشاط جراد درق البدايه عاده بيكون في ارتفاع بالبي تي اتش وارتفاع بالكالسيوم ونقص بالفوسفور، اما عند مرضى القصور الكلوي المزمن بيحصل عندهم فرط نشاط جراد درق ثانوي فبكون عندنا ارتفاع بالبي تي اتش وارتفاع بالفوسفور ونقص بالكالسيوم. هذا لحتى نسميه فرط نشاط جراد درق ثانوي لحتى تميزوا بينه وبين البدايه. البدايه بيكون زياده بالبي تي اتش وبالتالي بيؤدي لزياده ارتفاع الكالسيوم ونقص الفوسفور، اما بالثانوي الاليه الاساسيه هي ارتفاع الفوسفور ونقص الكالسيوم اللي بيحرضوا زياده افراز البي تي اتش، فبكون عندنا كنتيجه نهائيه عند مرضى فرط نشاط جراد درق ثانوي اللي بنشاهده عند مرضى القصور الكلوي المزمن، بكون عندهم زياده بالبي تي اتش وارتفاع بالفوسفور ونقص بالكالسيوم. واحيانا قد يتحول فرط نشاط جراد درق ثانوي عند مرضى القصور الكلوي المزمن الى فرط نشاط جراد درق ثالثه، نقص فيتامين د الفعال وزياده هرمون جراد الدرق كلاهما يؤدي الى زياده ارتشاف العظمي وزياده الكالسيوم في الدم. هلا عندنا هذا النوع فرط نشاط جراد الدرق الثالثه او المستقل، طبعا هون راح اشرح لكم عنه مو مشروح بشكل واضح،
هون بهالحالة هي تصبح الغدد جارات الدرق عديم الارتكاز لمستوى كالسيوم الدم، وبالتالي يكون إفراز البي تي اتش غير مناسب لمستوى انخفاض الكالسيوم الدم، مما قد يسبب لاحقا ارتفاع في كالسيوم الدم. عند مرضى القصور الكلوي المزمن اللي بيحصل عندهم فرط نشاط جارات درق ثانوي عادة بسبب ارتفاع الفوسفور ونقص الكالسيوم المزمن بيعطي تلقيم راجع إيجابي لجارات الدرق، فتفرز البي تي اتش بشكل مستمر وبشكل مزمن. ففي بعض الحالات بيحصل فيها لجارات الدرق فرط تصنع في الغدد جارات الدرق. عادة هذا بيتراجع المفروض بعد ما نعمل زرع كلي للمريض. إذا عملنا زرع كلي للمريض فبالتالي رجعت الكلي تطرح الفوسفور وترفع مستوى كالسيوم الدم، فبهالحالة هي المفروض أنه يتثبت إفراز البي تي اتش. إذا عملنا للمريض زرع كلي وكان عنده فرط تصنع بجارات بالغدد جارات الدرق ولكن لم يتراجع إفراز البي تي اتش، المفروض مثل ما ذكرت أنه الكلي تتوقف تطرح الفوسفور وترجع كالسيوم الدم للطبيعي، وبالتالي بالتلقيم الراجع السلبي لازم يثبت افراز البي تي اتش وترجع وظيفه غدد جارات الدرق سليم. لكن اذا ظل غدد جارات الدرق مفرط التصنع مع زياده بافراز البي تي اتش لمده سنه بعد زرع الكلي، هذا بسموه فرط نشاط جارات الدرق الثالثه، لانه هون بيكون فرط التصنع اللي حصل بغده جارات الدرق صار يعني مثل ما هون مسمونه اوتونوموس او مستقل، ما عاد يستجيب ل نقص انخفاض كالسيوم الدم. بالعادة إذا انخفض كالسيوم الدم بيعمل تلقيم راجع سلبي بيزيد إفراز البي تي اتش، أما هون ما بعود يتأثر بمستوى كالسيوم الدم فبتطير الغدد لحالة ذاتية الإفراز وما بتعود تأثر بمستوى كالسيوم الدم. بس لكن شرطه الأساسي أنه يكون بعد سنة من زرع الكلي لحتى نسميه فرط نشاط جارات درق ثالثي. ايضا من الاسباب الاعتلالات العظميه اللي تحصل عند مرضى القصور الكلوي المزمن هو الحماض المزمن بفاقم الهشاشه العظميه، مثل ما ذكرنا بمحاضره التوازن الحمضي القلوي. الحماض بيؤدي الى خروج شوارد الفوسفات ومعها ايضا الكالسيوم من العظام الى الدم لتعمل كدارئه لشوارد الهيدروجين. وايضا من الاسباب استخدام مواد حاويه على الالمنيوم في التحال، حيث يترسب الالمنيوم على العظام مسببا نوعا من تليون العظام. هلا بلورات فوسفات الكالسيوم، يمكن ان تترسب بلورات فوسفات الكالسيوم في العين والادمي وبطانه الاوعي الدموي، وهذا ما يدعى بالتكلسات الانتقاليه. عاده بتحصل التكلسات الانتقاليه عند مرضى القصور الكلوي المزمن عندما يتجاوز حاصل ضرب شوارد الكالسيوم ضرب الفوسفور أكثر من 65، وقت تزداد خطورة حدوث التكلسات الانتقالية. قد تؤدي هذه التكلسات إلى تكلس بطاني الشريان مثل الشريان الأبر، مما يعيق عمليات زرع الكلي في المستقبل عند المريض، وذلك لتعذر إجراء مفغارات وعائية بسبب التكلس الحاصل. ومثل ما كنا نلاحظين بهي الصورة اللي على اليسار، يسمى الشريان في هذه الحالة بالشريان الكرتوني ويكون مرتسما على صورة الشعاعي، وبتزداد نسبة النزوف لدى هؤلاء المرضى. هلأ تدبير الاختلاطات العظمية عند مرضى القصور الكلوي المزمن، أول شيء الوقاية من فرط نشاط جارات الدرق الثانوي بإعطاء الفيتامين د الفعال. يعطى الفيتامين د الفعال للمرضى اللي بيعانوا من انخفاض كالسيوم الدم، لأن عودة تركيز الكالسيوم لمستوى يقوم بالتثبيت البي تي اتش عبر التلقيم الراجع السلبي، او اذا كان المرضى لديهم مستويات عاليه من هرمون البي تي اتش اكثر من ضعف القيمه الطبيعي، فهذول نعطيهم الفيتامين د الفعال. من وسائل الوقايه ايضا هي بسموها الكالسي ميميتيك، مقلدات الكالسيوم. هاي بتخفض البي تي اتش بالتاثير مباشر على جارات الدرق، وفي مركبات هي بسموها مقلدات الكالسيوم لانه بتعمل على مستقبلات الكالسيوم اللي بسموها الكالسيوم سنسيتيف ريسبتور. اخر شيء قد يلجا لاستئصال جارات الدرق
اختصاص جرى الدرق قد يكون ضروريا في بعض حالات فرط نشاط الدرق. الثالثة لخفض مستوى البي تي اتش بمصل والسيطرة على مستوى الكالسيوم الدم. هلا التحكم في فرط الفوسفات، يجب اعطاء مرضى القصور الكلوي حمي على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفات، لأنه مثل ما ذكرنا السبب الأساسي للداء أو الحثة العظمي الكلوي أو الاضطرابات العظمية هي ارتفاع مستوى الفوسفات، وهي اللي بتبدأ التغيرات اللي بتحصل كلها. يجب الحمي عن الأطعمة اللي بتحتوي على الفوسفات مثل الحليب والجبن والبيض، وأيضا استخدام الأدوية الرابطة الخالبة للفوسفات مثل كربونات الكالسيوم وهيدروكسيد الألمنيوم وكربونات الأنتانيوم، والتي تطبق مع الطعام لمنع امتصاص الفوسفات. أيضا يمكن استخدام خالبات الفوسفات البوليميري. هاي ملخص للاختلاطات اللي بتحصل عن مرضى الداء الكلوي المزمن. الاستقصاءات اللي ممكن نعملها عن مرضى القصور الكلوي المزمن، البولي والكرياتينين بيساعد تفسيرها مع بعضها على كشف سبب القصور أحيانا، ولمراقبة تقدم المرض مقارنة بنتائج سابقة. فحص البول وتحديد كمية البيل البروتيني، البيل الدموي والبيل البروتيني ربما يشيران إلى سبب القصور الكلوي، والبيل البروتيني تشير أيضا إلى خطورة الداء الكلوي المزمن المتقدم، والذي يحتاج عند ذلك إلى علاج وقائي بالآسي إنهبتر أو الأنجيوتنسين ريسبتر بلوكر، مثل المرضى اللي بيكون عندهم داء متلازمة نفروزية، أو المرضى التهاب الكبد الكلي اللي بترافق مع بيلي بروتيني، فبنعطيهم مركبات الأسي إنهبتر أو الأنجيوتنسين ريسبتر بلوكر مشان نخفف كمية البيلي البروتيني. طبعا الشوارب وغازات الدم لكشف ارتفاع البوتاسيوم والحمض، الكالسيوم والفوسفات والبي تي اتش لتقييم الحثة العظمي من منشأ كلوي اللي سميناه الرينال أوستيو ديستروفي. الألبومين، عند نقص الألبومين يؤخذ بعين الاعتبار سوء التغذية والالتهابات. تعداد الدم بالإضافة إلى الحديد والفيريتين والفولات والفيتامين B12، عند وجود فقر دم يجب استبعاد التفسيرات غير الكلوية الشائعة. بشكل عام يجب أن نتأكد عند مرضى القصور الكلوي المزمن من عدم وجود عوز بالحديد، عوز حمض الفوليك، وعوز الفيتامين B12، لأنه عوز أي واحد منهم قد يكون هو سبب فقر الدم عند المريض، وعوز أي واحد فيهم قد يؤدي إلى عدم استجابة المريض على العلاج بالإريتروبيتين، لكن أهمهم هو عوز الحديد. هلا ليكو الكلوي عند وجود اعراض بوليه لنفي الانسداد، ايضا يجب ان نبحث في الايكو عن علامات الازمان. شو العلامات اللي بنشوفها بالقصور الكلوي المزمن بالالتراسونوغرافي؟ اول شيء عندنا معيارين حجميين، صغر حجم الكلي يعني القطر الطولاني للكلي بيكون صغير، وترقق القشر الكلوي الى اقل من 1 سم. وعندنا في معايرين صدويين لا يغني أحدهما عن الآخر، اثنيناتهم غياب التمايز القشري اللبي وزيادة صدى القشر. أيضا قد يكشف الإيكو عدم تناظر حجم الكليتين، في حال عدم تناظر حجم الكليتين يوحي بمرض وعائي كلوي أو خلل تطوري، أو في بعض الحالات الكلي تكون أكبر من الكلي الثاني في مثلا داء الكلي عديد الكيسة. طبعا هناك بعض شذوذات في الداء النشواني، يعني الداء النشواني اللي بيصيب الكلي وبيؤدي لقصور كلوي مزمن ما بيصغر في حجم الكليتين، وايضا بالكلي عديد الكيسات بيزداد حجمه حتى لو كان عند المريض قصور كلوي مزمن. في بعض الحالات قد يكون هناك قصور كلوي حاد والتمايز القشري اللبي متأذي، مثل المرضى اللي بيكون عندهم رفض بالكلي المزروعه فبتحصل عندهم وذمي، أو عند مريض لديه ارتفاع بالكالسيوم وحمض البول فتترسب البلورات في النبيذات الكلوية وتسد مجرى الماء فيصبح لين القشر رمادي رغم أن القصور الكلوي لديه حاد. أيضا من التحاليل التي تجرى عند مرضى القصور الكلوي مزمن التهاب الكبد بي والسي والإتش آي في يجرى عند تخطيط للزرع أو الاتحال الدموي، ويفضل دائما أخذ لقاح التهاب الكبد بي لكل المرضى الذين
سيخضعون للتحال إذا كان المريض سلبي المصل. تخطيط القلب الكهربائي يجرى إذا كان المريض بعمر أكثر من 40 سنة، أو طبعاً بالتأكيد إذا كان عنده ارتفاع بالبوتاسيوم أو كان هناك عوامل خطورة لمرض القلب. هلأ هي شغلة شعاعية ما في داعي توجه رأسكم فيها، الفرق بين غياب تمايز القشر اللبي وزيادة صدى القشر، يعني ما مهم كتير. هلأ بنجي لتدبير القصور الكلوي المزمن. يهدف تدبير القصور الكلوي المزمن بشكل رئيسي إلى إبطاء تقدم الأذية الكلوي، وكلما كان التدبير أبكر كلما كان الإنذار أفضل. يشمل التدبير المحافظ العديد من الخطوات مثل التداخلات على الحمي وتغيير نمط الحياة، الحد من البروتيني، وأيضا ضبط الضغط الشرياني وتدبير اختلاطات. قد يحتاج المريض للعلاج المعيد عن الكلي مثل التحاليل الدموية أو زرع الكلي. هلأ الحمي عند مرضى القصور الكلوي المزمن، الحمي هي خط أساسي وركن أساسي في المعالج المحافظ عند مرضى القصور الكلوي، وتكون تبعا لدرجة القصور الكلوي عند المريض، كما تختلف في حال كان المريض يخضع لجلسات تحاليل دموية أم لا. لكن بشكل عام تعتمد على تخفيض 4 نقاط: الصوديوم يعني حمي على الملح، وحمي على البروتين، وحمي على البوتاسيوم، وتقليل الوارد من الماء. حمي البوتاسيوم بشكل عام لا نصف حمي البوتاسيوم إلا عندما ينخفض معدل رشح الكبة أقل من 15 ملل بالدقيقة، أو ارتفع الكرياتينين أكثر من 5 ميليغرام بالديسلتر. أما عندما يكون معدل رشح الكبة أعلى من ذلك فلا نصفها، لأن الكلي لم تفقد كامل وظيفتها بعد، فلا يزال هناك إفراز للبوتاسيوم، خاصة أن حمية البوتاسيوم قد تحرم المريض من أغذية حاوي على البوتاسيوم لكنها مفيدة مثل الفواكه، لذلك ننبه المريض أن يتناولها باعتدال لكن ليس بكميات كبيرة. تأتي أهمية هذه الحمية من تأثير ارتفاع البوتاسيوم على العضل القلبي، بينما لا علاقة لها بإيقاف تدهور وظيفي الكلوي، فقط ما لها دور، يعني حمي البوتاسيوم ما لها دور بإيقاف يعني تردي الوظيفي الكلوي، فقط خوفا من حدوث ارتفاع البوتاسيوم، وحتى ما يحصل عند المريض توقف قلب أو اضطرابات النظر. الحمي البروتين وهي الأهم، كلما تناول الإنسان بشكل عام كميات أكبر من البروتين كلما زاد العبء على الكليتي. الحدود الطبيعي المقبول للإنسان الطبيعي هي بحدود 1 لـ1.2 غرام على الكيلو غرام بروتين يومي. أما حينما تكون الكلي مضطربة الوظيفة فيجب إنقاص كمية البروتين في الغذاء لتخفيف العمل على الكلي، يعني حمي ناقص البروتين. بشكل عام إذا كان المريض عنده قصور كلوي انتهائي بشكل عام الحمية بتكون 8 لـ10 غرام على الكيلوغرام من وزن الجسم يوميا. لا تؤدي الحمية ناقصة البروتين لتراجع الأذية الكلوية، لكن الهدف هو إبطاء الأذية ما أمكن، لأن ما بتعرفوا البروتين هو في مستقبلات ومشتقات أزوتي، فهي بتزيد العبء على الكليتين. الحمية منخفضة البروتين بشكل عام يصعب الالتزام بها وتحمل خطورة حدوث سوء التغذية، لذلك يجب الانتباه إلى أن المريض يحصل على وارد حروة كافي. إذا كان المريض مدفن ويخضع للتحال تعطي حمي مثل الشخص الطبيعي، ما في داعي تحدد الوارد من البروتين لأنه عم يخضع على غسيل الكلي، وبالأصل خصوصا إذا كان هو هزيل وبنيته العضلية مدنفي فبتخليه على حمية طبيعية البروتين، يعني بيكون 1 لـ1.2 غرام بروتين لكل كيلوغرام، وبهالحالة هي لا ينصح بالحمية ناقص البروتين. أما إذا كان يخضع للتحال البريتواني فبهالحالة هي يجب أن ترفع كمية البروتين حوالي 1.5 غرام بروتين لكل كيلوغرام من الجسم، لأن التحال البريتواني بيضيع كميات كبيرة من البروتين. بالنسبة لمرضى زرع الكلي الحديث فعادتنا بنسبهم كمية بروتين 8 لـ1 غرام على كيلوغرام من وزن الجسم. وبشكل عام إذا كان المريض قبل التحال بتكون الحمية ناقصة بروتين، يعني إذا المريض ما كان عم يغسل وعنده مثلا مرحلة رابعة أو خامسة من قصور الكلوي المزمن لكن إذا ما غسل لازم هون تعطيه حمية ناقصة بروتين 8 لـ10 غرام على الكيلوغرام.
إذا كان المريض عم يغسل فبتكون حمية البروتين 1 لـ 1.2 غرام على الكيلوغرام، إذا كان عم يعمل تحاليل بيرتواني فبتكون الحمية 1.5 غرام على الكيلوغرام. نصائح أخرى متعلقة بالحمية ونمط الحياة: حمية منخفض الصوديوم لتأثيره على توازن السوائل والضغط، وشرب الماء بكميات قليلة. يجب عدم الإكثار من شرب الماء خصوصا إذا المريض ما عنده ما عم يجري تحال دموي. أما إذا المريض عم يجري تحال دموي فعادة كمية السوائل الزائدة ممكن تحظى أثناء جلسة الغسيل. أيضا حمية على الأغذية الغنية بالكوليسترول والشحوم، إيقاف التدخين يبطئ من انخفاض وظيفة الكلى، والرياضة وإنقاص الوزن قد يخففان من البروتين. تأثير ضبط الضغط الشرياني على الداء الكلوي المزمن: ضبط الضغط الشرياني يخفف من التدهور الوظيفي الكلوي في سياق الداء الكلوي المزمن مهما كان مقدار الضغط، يعني حتى لو خفضته 10 ملم زئبقي أحسن من لا شيء، وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة للوصول إليه. كما أن ضبط الضغط الشرياني يساعد على تجنب الاختلاطات القلبية والتي تزيد نسبتها عند مرضى القصور الكلوي كضخامة البطين الأيسر وقصور القلب وأمراض الأوعية الانسداد. ومثل ما بتعرفوا ارتفاع الضغط هو قد يكون سبب أو نتيجة للقصور الكلوي المزمن، وفي الحالتين استمرار ارتفاع الضغط سيزيد الأذية الكلوية أكثر، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع الضغط أكثر وستدخل الكلي والجسد في حلقة معيبة، لذلك يجب كسر هذه الحلقة. بشكل عام يفضل ضبط الضغط الشرياني عند مرضى القصور الكلوي المزمن وفقا لما يلي: إذا المريض كان لديه داء كلوي معزول بدون بيلي بروتيني فيفضل الحفاظ على الضغط أقل من 130 على 80 ملتر زبقي. أما في حال ترافق الداء الكلوي المزمن مع بيلي بروتيني أكثر من 1 جرام باليوم فيفضل ضبط الضغط أقل من 125 على 75 ملتر زبقي. لكن للوصول إلى هاي القيم غالبا ما تحتاج لإدخال أدوية متعددة، لذلك قد أعذر تحقيق هذا الهدف بسبب حدوث السموم الدوائي أو التعنيد على العلاج. في حال كانت الكلية متعطلة أو تالفة وكان ارتفاع الضغط معند على العلاج الدوائي فعندها قد يكون الحل الوحيد هو استئصال الكلية التالفي. تأثير ضبط البيلي البروتيني على الداء الكلوي المزمن: هناك علاقة وثيقة بين مقدار البيلي البروتيني ودرجة التدهور الوظيفي الكلوي، وهناك أدلة قوية تشير إلى أن الحد من البيلي البروتيني يساعد على التخفيف من التدهور الوظيفي الكلوي. وحاصلات الخمير القالبي للأنجيوتنسين مركبات الأسي إنهيبيترز، وحاصلات مستقبلات للأنجيوتنسين أنجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر، هي الأدوية الأكثر فعالية في تخفيف البيلي البروتيني مقارنة مع غيرها من الأدوية الخافضة للضغط الشرياني. تساعد أيضا حاصلات الخمير القلبي للأنجيوتنسين في تقليل الحوادث الوعائية القلبية وغيرها من الأسباب التي تزيد الوفيات عند مرضى القصور الكلوي المزمن. يوصى مثل ما أوصيناكم أكثر من مرة، يوصى بإعطاء حاصلات أقنية الكالسيوم أو مركبات مضادات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 لدى جميع مرضى اعتلال الكلى السكر، وخاصة في بدايتها يعني من طور جيل الألبومين المجهري وما بعد، وبغض النظر عن وجود ارتفاع في الضغط أو لا. حتى لو كان ضغطهم طبيعي وكان عنده اعتلال كلى سكري فيجب إعطاءهم إما أحد مركبات الخمير القلبي للأنجيوتنسين مثل الكابتوبريل أو الإنالابريل أو الليزينوبريل، أو إعطاءهم مركبات أحد مركبات الأنجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر مثل اللوسارتان أو الفالسارتان أو الكانديسارتان أو هاي المركبات. طبعا بسبب إحداثهم كتأثير جانبي لارتفاع بوتاسيوم الدم يجب الانتباه لتركيز الكرياتينين والبوتاسيوم قبل إعطاء هاي المركبات. نعطي حاصلات الأسي إي أو الأنجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر لمرضى القصور الكلوي المزمن بجرعات صغيرة
بسبب تأثير الحامي للكلي، ولكن بعد التحقق من الكرياتينين والبوتاسيوم، ففي حال وجود ارتفاع بالبوتاسيوم يجب عدم إعطائه. هلا المعالج المعيبة عن الكلي وهي التحاد الدموي أو زرع الكلي. طبعا هلا حاليا في أجهزة غسيل كلي متنقلي مع المريض، وبيحملها المريض وإلها تأثير كثير كثير نفسي على المريض، بدل ما يضل مسطح 3 أو 4 ساعات ومربوط بجهاز غسيل الكلي ما عم بيصير يتحرك. أما هلق المريض مثل جهاز بيشيله معه وفي يمشي فيه ما في أي مشكلة، فإلها تأثير نفسي كثير كويس، وبسموها الويرابل كيدني، يعني الكلي اللي يمكن ربطه على الخصر. ولهون بكون انتهت محاضرتنا، إذا في حدا عنده سؤال يتفضل. الله يعطيك العافية دكتور. هلا بالمحاضرات الجاي شو بدنا ناخذ؟ كونه ما ضل عنا ساعتين بالاسبوع. هلا اذا كان راح يضلوا ساعتين راح بعطيكم الاهم فالاهم، راح بعطيكم الانتانات البولية والحصيات الكلوية، لانه هي كثير شغلة مهمة بالحياة العملية وبالممارسة السريرية، وبعدها شو بضل عنا وقت بنتابع باشياء ثانية، ومثلا عنا الكلي والادوية كمان، هي شغلة مهمة الواحد يعرف شو الأدوية السامة للكلي، كيف تركيز جرعات الكلي، تركيز جرعات الأدوية يعني راح بحاول أعطيكم يعني خلال الوقت المتبقي المحاضرات المهمة، الإنترنت البولي والحصيات البولية والأدوية والكلي، وإذا ظل عندنا وقت نشوف شو في محاضرة أخرى ممكن نعطيها. هأضل عن الأسبوع الجاي واللي بعده بس والله يا دكتور، يعني لا أخرت الشهر. مو قلت له انتو لخمسة واحد؟ هلا بداية الشهر الأول نبلش فحص عملي. طيب تمام ما في مشكلة، بشوف المحاضرات أنا بخبركم، بس أحد يعني المحاضرة القادمة غالبا بتكون أحد واحدة يا الحصيات الكلوي أو الإنترنت البولي، ونشوف شو فينا نعطيكم هسا. بس بشكل عام يعني درستوا انتو الكلي تقريبا يعني الأشياء المهمة فيها، باقي الامور كلها يعني بترجع الراس، يعني الامور المهمه يعني بس تاخذوا الانترنت البولي والحصيات الكلويه تقريبا بكون درستوا يعني معظم الامراض الكلويه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا رب. الله يعافيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.